أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تواصل بسورة الفاتحة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبلغ الخير فيما أعطيت، وقنا يا الله الشر ما قضيت. اللهم انصرنا على الناصرون، اللهم انصرنا على الناصرون، اللهم انصرنا على الناصرون، اللهم فاتحنا الفاتحون، اللهم فاتحنا الفاتحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بعد ذلك فتح الافتتاح يجعل نمسكي ولده او سجا هرم يقول عن الكريم يقول سيدي ناس كاتسة لمشوره مسوميدين امران سي احمد سيدي فليتفضل مشكورا. هذا بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن الله هو الهدى. قل إن استاذ
كم نشرة فانيا هذي راجي بوزيشن يبغو ما نصافا سنامور نشرة فانيا هذي بوب جي بوزيشن هم بيبقى كاركا كرامي تسبيه كاتشورة فانيا هذي بيه نامور نشرة فانيا هذي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله سيدي دميس محمد حيث أربع توفيقي ترشيدا رجل عمل زخير ملزي حيث قبل فكرني تنوى ديجا لغدا دبيتي ورجوعا لأجل فكرني وقد أجل فكرني أجل أبزاها Voici une commission à une équipe de travailleurs de ces années. Thank you.
سيدي مسلم سبحانه وتعالى أتكنتي زوجان الزباني زلنا أمني نصلانا نوري مخيري قليلا مقابلي أجل فكرة أو أول مرة فكرة أو أجل أجل لتشكية فكرة مديني مسلم وطول مخيري بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبدو كأننا ما نزال في حفلة نسمع قوسا بإذن الكريم سجلنا سهرنا جزء يعني ربيطة جزء وجر جهرمي جزء يراه بسم الله الرحمن الرحيم. السادسة أوكي راو مناواتو هرما يجوزو يعني مناواتو أيوب ابن علوي اللي هو علاو هرما ومشي واسمه لتقبل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ قوله تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأبواب وحور عين ولحم طير
فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم كأنهم حمر مستنفرة
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما. بلى قادرين على بل يريد الإنسان ليفجر أماما. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرا. ولو ألقى معاذيرا. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه فإذا قرأناه فاتبع قرآنا. ثم إن علينا بيانا. شكرا. Selele ya ibadana maji yatu osingi mwana watu afula pili se njuru ni ejizo ejizo yane na unungu alaruma unji wa sebe uwa ili yao au kakula mbasi zungu ha umoja alaruma mba sebe kati kwa uwa nukyo فهم يكتبون.
المصلين. أم يريدون كيد؟ أم يريدون كيدا؟ فالذين كفروا هم المكيدون. أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء سابقا يقولوا سحاب مرقوم. فذرهم حتى يأتوا يومهم الذي يصعقون. يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بدنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا كل
كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأرضى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم عن صلاتهم الذين هم على صلاتهم دائمون الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم إن عذاب ربك غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وهم راعون والذين هم لشهاداتهم حافظون والذين هم لشهاداتهم قائمون إلا والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا ببلد مهجعين بسم الله الرحمن الرحيم بعد أن أرمى لذلك الهند رمضي الجزئين سندرك أرمى لذلك الهدي أهل ونوافق في الجزئين بسمي رمناكو وشنواتو أبو بكر عبد الله أرمى ومشي وعديم أتفضل أشكر وأنتم تشهدون ثم
منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ولكل وجهة هو موليها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم تولوا وجوههم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا بالله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بعد أن أمشي أحبت عبد الله هما ونشواليه هما يجزو يا رب تدى رمجي من وقت حكيم سفيا هما أمشي وليه لا تفضل.
تعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على
فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها
وبئس المثل. ذلك جزاء الظالمين. وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله بما تعملون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون
يفتكون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان عليه أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون فلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون أسبوع.